وفي المجال الصحي أيضا، قام وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الضمان الصحي للوافدين في محافظة الأحمدي، والذي يعد المرحلة الأولى لمستشفيات الضمان الصحي للوافدين. نعم، يليه أيضا بناء مستشفيات في محافظة الجهراء والفروانية، بالإضافة إلى إنشاء وبناء 12 مركزا صحيا يغطي ما يقارب 2 مليوني شخص من الوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم. لأول مرة على مستوى البلاد ستقدم منظومة صحية جديدة للوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، وهي مستشفيات الضمان الصحي. المرحلة الأولى لإطلاق هذا المشروع سيكون في منطقة الأحمد الصحية، فمن المتوقع الانتهاء من المستشفى بحلول عام 2020. وهذا المستشفى اليوم وضع أساس، حجر الأساس، حيتكون تقريبا مساحته 37,000 متر مربع من 4 طوابق وطابق علوي وسرداب ومواقف متعدد الأدوار للسيارات، في تقريبا 300 سرير في هذا المستشفى، و70 عيادة خارجية وعيادات تخصصية وعمليات والصحة النفسية وعلاج طبيعي، وأيضا سيارات الأسعاف في هذا والطوارئ والحوادث. أكثر من 2 مليوني شخص من الوافدين سيستفيد من خدمات الضمان الصحي الجديد، وستبدأ الرسوم ب 130 دينار سنويا. هذا المستشفى أحد المستشفيات، حتكون من الثلاث مستشفيات في أيضا في محافظة الجهراء ومحافظة الفروانية، و12 مركز رعاية صحية أولية، حيغطي تقريبا ما قلنا 2 مليونين تقريبا من الوافدين بالقطاع الخاص وعائلاتهم. هذه الخدمات راح تقدم من خلال 3 مستشفيات موزعة على المحافظات الثلاث الرئيسية، كما تشمل كذلك على مراكز طبية بعدد، يعني راح تبدي تدريجيا مع مطلع العام القادم وتستمر إلى أن تصل عدد 12 أو 15 مركز طبي لخدمة الوافدين. يعني مستشفيات الضمان الصحي ستقدم خدمات صحية أولية وثانوية، ولا تشمل العلاجات الدقيقة والراحية. الوافدون العاملون في القطاع العام ستستمر وزارة الصحة لتقديم خدماتها لهم في مختلف المراكز والمستشفيات العامة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.